يعني الغارات الإسرائيلية على خان يونس لا تتوقف، سواء كانت من ناحية الشرق، من الغرب، من الجنوب، من الوسط، الغارات متواصلة حتى هذه اللحظة التي نتحدث بها. هناك عمليات قصف مدفعي عنيف على مناطق شمال خان يونس ووسط مدينة خان يونس، حيث تقصف المدفعية الإسرائيلية يعني عشرات القذائف هذه المنطقة منذ أكثر يعني منذ عدة ساعات، والقصف تجدد بصورة عنيفة جدا على مناطق شرق خان يونس، أيضا وسط المدينة، منطقة السكة والشيخ ناصر ومنطقة معا ومنطقة جمال عبد الناصر وأيضا منطقة السنة ودوار أبو حميد، بالإضافة إلى شارع جلال وحي الكتيبة والسطح الغربي. هذه المناطق تحديدا تشهد عمليات قصف مدفعي عنيف جدا من قبل المدفعية الإسرائيلية، تخللها عدة غارات إسرائيلية على مناطق جنوب شرق خان يونس، من بينها استهداف منزل في المنطقة الواقعة ما بين مراج وبطن السنين. هذه الغارة الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد أحد المواطنين، بالإضافة إلى إصابة 5 آخرين نقلوا إلى مستشفى غزة الأوروبي، فيما يعني شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية أيضا غارة هنا على مقبرة على بعد ربما 200 متر من مجمع ناصر الطبي وبشكل ملاصق إلى مستشفى الميداني الأردني. أيضا هذه الغارة أيضا أدت إلى يعني استشهاد شاب وأيضا إصابة عدد من المواطنين، ونقلوا إلى المستشفى الأردني لتلقي العلاج، ومن ثم تم نقلهم مرة أخرى إلى هنا إلى مجمع ناصر الطبي. الغارات الإسرائيلية أيضا لم تتوقف على مناطق شرق خان يونس، نتحدث عن خزاعة، عن عبسان، عن بلدة بني سهيلة، الآن انفجارات عنيفة في المناطق الشمالية الغربية لخان يونس، حيث نسمع الآن أصوات انفجارات هذه قذائف مدفعية عنيفة تطلق الآن في مناطق شمال غرب وشرق خان يونس على وجه التحديد، بالإضافة إلى أنه قبل قليل أيضا تم انتشال 3 من الشهداء من منطقة الوفية والكتيبة إلى الغرب من شارع جمال عبد الناصر وسط خان يونس. هؤلاء الشهداء تم يعني استهدافهم في وقت سابق من صباح هذا اليوم، لكن الطواقم الطبية فقط قبل ساعة أو ساعة ونصف من الآن استطاعت انتشال هؤلاء الشهداء ونقلهم إلى مجمع ناصر الطبي. الغارات في خان يونس لا تتوقف، قبل قليل أيضا كانت هناك غارة إسرائيلية في محيط منطقة الفخاري وقريبة جدا من مستشفى غزة الأوروبي، لكن حتى هذه اللحظة لم تصلنا معلومات حول يعني الإحصائية أو أعداد الشهداء أو الجرحى يعني جراء هذه الغارة الإسرائيلية. لكن ما نستطيع أن نقوله أن الغارات الإسرائيلية سواء كانت التي تنفذ بالطائرات الحربية الإسرائيلية أو طائرات المسيرة أو حتى بالمدفعية التي لا تتوقف، هذه المدفعية المجنونة التي تقوم بعمليات قصف عشوائي في كافة الاتجاهات والأحياء لمدينة خان يونس تواصل قصفها. هذا القصف الثلاثي هو ما زال مستمرا ومتصاعدا في مدينة خان يونس وأحيائها المختلفة في ظل عمليات التجريف الكبيرة جدا والتدمير لمنازل المواطنين في مناطق شرق خان يونس. نستطيع أن نقول أن مناطق شرق خان يونس باتت مناطق مدمرة بفعل القصف الإسرائيلي والتجريف الإسرائيلي، وأيضا وضع المتفجرات ومن قبل وحدات الهندسة التي تم جلبها إلى يعني مدينة خان يونس للمشاركة في هذه المعركة الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والمدنيين العزل. مع الأسف الشديد يعني تقوم بتفجير وتفخيخ هذه المنازل وتدميرها بصورة كبيرة جدا في ظل وجود عدد من النازحين لا زالوا حتى هذه اللحظة في مناطق مدارس العودة، يعني 3 مدارس يوجد بها نحو 4000 نازح لا زالوا محاصرين في تلك المناطق، وتمنع قوات الاحتلال الإسرائيلي إخلاء هؤلاء النازحين منذ بداية الدخول البري إلى خان يونس وحتى هذه اللحظة. أيضا ما نستطيع أن نؤكده أن لا زال هناك عدد كبير من الشهداء لا زالوا في الشوارع وأزقة مدينة خان يونس، تحديدا في منطقة السكة والبيوك وزعرب ومنطقة وسط المدينة ومنطقة السنية وشارع جلال وهذه الأحياء والزيني، هذه المناطق يوجد بها عدد من الشهداء، لكن الطواقم الطبية لا تستطيع الوصول إلى هذه المناطق، لأن من يدخل إلى هذه المناطق هو يعرض نفسه إلى الاستهداف من الطائرات المسيرة أو من قبل المدفعية الإسرائيلية التي تقوم بعمليات القصف العشوائي وأيضا المركز
على هذه المناطق. أيضا في منطقة السطر الغربي والمحطة لا زال عدد من المواطنين محاصرين منذ بداية الدخول البري، وهناك عدد من الشهداء والجرحى في المنازل، وهناك عدد من الشهداء تحديدا في منطقة السطر الغربي والكتيبة لا زالوا منذ عدة أيام طويلة على الأرض شهداء، ولكن لا أحد يستطيع الوصول إليهم الآن. غارة جوية جديدة على ما يبدو في مناطق جنوب شرق خان يونس الآن. نعم. نسمع صوت انفجار وهو ناتج عن غارة إسرائيلية جديدة في المناطق جنوب شرق خان يونس. هذا هو الحال في خان يونس، القصف الإسرائيلي لا يتوقف على الإطلاق في ظل يعني استمرار ارتفاع أعضاء يعني أعداد الشهداء والجرحى، وهذا يؤثر بشكل كبير جدا وأثر بشكل كبير جدا على المنظومة الطبية والكوادر الطبية التي باتت يعني مجمع ناصر الطبي مستشفى غزة الأوروبي تعيش حالة انهيار مستمرة ومتواصلة منذ بداية الدخول البري وحتى هذه اللحظة.